اهلا اهلا، معكم مها من قناه ماس داري. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه كويسه. زي ما انتم شايفين هنعمل النهارده انبوكسنج وريفيو للاكس بوكس سيريس اكس، فخليكم معايا. طيب دلوقتي هنعمل انبوكس للجهاز وهنتكلم شويه عن المميزات اللي فيه. شكل الجهاز فعلا رائع وعصري. اللي مضايقني فيه شويه ان ليه شكل الجهاز صندوق، يعني ليه مثلا ما اقدرش احطه جوه رف؟ بالنسبة لألعاب الأجيال السابقة، لو شغلتها دلوقتي على جهاز الأكس بوكس سيريس إكس لازم تلاقي فيها بعض التحسينات، سواء كان وضوح اللعبة أو سرعة الإطارات أو سرعة التحميل، لازم واحدة منهم تكون متوفرة في الجهاز الجديد. بعض الألعاب اوريدي تم تحسينها بالكامل، فهتلاقيها شغالة 100% كويس معك. بالنسبة للألعاب المحسنة اللي عليها شعار الأوتوميزيشن للسيريس إكس، بتشتغل على 4K 60 فريم HDR، كلهم بيكونوا شغالين كويس وأداء الجهاز مرتاح جدا. باختصار اي لعبة هتشغلها من الاجيال السابقة لازم يكون فيها اي من التحسينات الجديدة. الجهاز بيقدر كمان يشغل الالعاب على 120 فريم بالثانية بدقة 4K، ويقدر كمان يشغل الالعاب لحد 8K. زي ما انتم شايفين هي دي محتويات البوكس كاملة. اول حاجة الجهاز نفسه، الكنترولر، ودوت فيشة الباور، وده الكيبل الـ HD اللي هيوصله بالتلفزيون. كمان بيدعم مجموعة من التكنولوجيا، منها الـ VRR اللي هي معدل التحديث المتغير، بمعنى ان الجهاز يقدر يغير الفريم بير سكند على حسب المعروض على الشاشة عشان يقدم لك تجربة سلسة وبدون فريم دروبس. مساحة التخزين في السيريس اكس بيجي معاه 1 تيرا SSD، ممكن تركيب هارد ديسك خارجي معاه مفيش مشكلة. ده شكل الجهاز بالكامل. هلاحظ هنا اول حاجة ده زرار الباور، وهنا دوت الزرار علشان الاجاكت للديسك، والزرار ده عشان اعمل بيرينج للكنترولر. من فوق في فتحات تهوية، ومن تحت كمان في تحت 2 هنا. الجهاز ممكن يقف بشكل رأسي على حامل مثبت من تحت، في قاعدة الجهاز من تحت يعني. الحامل ده غير قابل للخلع، يعني ما تقدرش ان انت تشيله، او ممكن ان انت توقفه بشكل افقي عن طريق القوائم الرابر الموجودة على الجهاز من الجنب. في الجيل السابق بعض الالعاب ممكن تاخد لها دقيقه دقيقتين عشان تشتغل معاك، فانت تسيب بقى الجهاز وتروح تمسك الموبايل شويه لحد ما تشتغل اللعبه، لكن الموضوع هنا مختلف. حتى لو اللعبه تقيله هتشتغل معاك خلال ثواني. الجهاز فعلا فيه قوه هائله مقابل السعر، وابهرني فعلا في معظم الالعاب. يعني مثلا هادي جدا لدرجه اني كنت بشك اني شغال حتى مع الالعاب التقيله. عايز اقول لكم ان ملوش صوت حرفيا، مفيش اي صوت طالع منه، عكس القديم كان ليه صوت عالي شوية. بس ده بصوا مفيش اي صوت. بالنسبة للكنترولرز مفيش فروقات يعني كتير نتكلم عليها، لكن عايز اقول برضو ان البادي بقت لمسته محكمة اكتر، بقى مات، بقى فيه منه الوان تانية، حتى الدي باد شكلها اتغير عن الجيل اللي قبل كده، او الاسهم شكلها اتغير وبقت كده يعني جوه دائرة. كمان ضافوا زراير جديدة زي زرار الشير بالنص اللي ممكن يساعدك انك تاخد سكرين شوت للشاشة بضغطة واحدة بس، لكن لو عملت هولد على الزرار هتاخد يعني فيديو. كمان الفروقات اللي لاحظتها ان المسكة بقت اخشن من ورا، فبالطريقة دي مش هتتزحلق معاك مقارنة بالكنترولر بتاع الجيل السابق، يعني كانت ناعمة وكانت في ناس كده بتتضايق منها يعني. حاجة كمان زراير ال L وال R بقت برضو اخشن واقوى، وحجمها اتغير بشكل بسيط. كمان في فروقات في الشيب اللي فوق ده ما بقاش موجود في الاكس بوكس سيريس اكس. فتحة الشاحن كمان اتغيرت، كانت مايكرو USB دلوقتي اتغيرت وبقت USB-C. بشكل عام الكنترولرز كويسين جدا، لكن كنت اتمنى يكون فيهم تطورات اكتر او مميزات اكتر زي اللي حاصل في البلاي ستيشن.
جهاز الاكس بوكس سيريس اكس بيدعم تقنيه الكويك ريزيوم اللي هي ولا خليني اوريكم احسن. طيب خلينا نعرف الاول ايه هي الكويك ريزيوم. هي مثلا لو انت قاعد بتلعب في لعبه وفجاه مليت منها وزهقت منها او عايز تغير اللعبه ديت، فهي ميزه بكل سهوله تخليك تتنقل بين الالعاب بسرعه وبسهوله وبدون وقت طويل. هنا كده مثلا هنفتح اللعبة ديت وعلى طول هتظهر لي النوتيفيكيشن فوق انه كويك ريزيوم، انه انا هنا بتنقل بين الالعاب. وبرضو اللعبة الاولى هتكون شغالة في الباك جراوند بس معمول لها بوز عادي. وأول ما تقرر ترجع للعبة التانية برضو بكل سهولة تتنقل بينهم عن طريق ميزة الكويك ريزيوم، وبرضو تشتغل معاك بكل سهولة. حتى الميزة دي كويسة جدا بين الألعاب التقيلة، يعني مش هتحس بالبطء أو مثلا أو اللعبة هتعلق أو هتطلع لك القوائم مرة تانية. الميزة دي ممتازة جدا لدرجة أني لو طفيت الجهاز كليا وشلت من الكهرباء وطفيت التلفزيون يعني وشلت كل حاجة ورجعت شغلته تاني، هتقدر تكمل اللعبة مكان ما انت وقفت بالظبط بدون ما يعمل لودنج للقوائم مرة تانية. وبس دي كانت كل حاجة. لو عندكم اي سؤال بخصوص الاكس بوكس او عن الالعاب سيبوه تحت في الكومنتس وان شاء الله برد عليكم. ولو عجبكم الفيديو دوت ما تنسوش تدعمونا باللايك وشير الفيديو مع اصحابكم وسبسكرايب لأول مرة تشوفوني. باي باي.